فلون يتميش ما الزول مقران حتى انا توحشكم بزاف 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 يا احبابي ما قدرتش نصبر على عليكم توحشكم يا احبابي اليوم هذه لا 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 فيديو ثانيه اللي راح نتكلم فيها على العنف ضد المراه. قبيل قاعد تشوفي واحد لي بوست الناس حاطينهم يهضروا على المراه هذه اللي هي مش في قسنطينه هي المراه هذه راهي في بعيده على قسنطينه دونك جو سي جو بونس سي ماشي قسنطينه خلاص. هاي المراه يقولوا باللي راجلها حرقها وخطاش لقاها تشطح وهي المشكله مازالت غامضه الحاله مازال ما جبناش يعني الرسمي من عند المسؤولين. والناس اللي الشيء اللي ما فهمتوش انا هما لي كومونتير تاع الناس اللي تكومونتي في الاخر والناس اللي تمد الكورسيون والسوتيان هذا لي كريم هذا وهالشيء هذا لو كان تكون باكزومبل كريم ويهضروا ويقول لك سي نورمال اللي ما يدافعش على شرفه ما هوش راجل وهذا دايوث حاشاكم ما نعرفوا شي هو وهذا ما نعرفوا شي هو. دوك نرجع لكم شويه هكذا. قبل هذا كانت واحد الاخت تتبع فيها بزاف سيغ لاشين تاعي وطلبت مني باش نقول حاجه لبنتها لانيفيرسير نتاعها. نقول لها يا مدام جوي انيفيرسير لبنتك ان شاء الله لونغ في بلان دو سونتي سورتو بلان دو جوا دو دونك بلان دو سوكسي ان شاء الله لبنتك عيد ميلاد سعيد. ما نعرفش بنتك ما قلتليش واش اسمها ولا قداش عمرها. على كل حال جويو انيفيرسير لهاد الطفله هذه ودرت لها هديه شويه صغيره من عندي انايا هذه بور فوتر في الي جو فولا ليس ايكوتي جويو انيفيرسير اونكور اون فوا. هذه لو بيتي كادو اللي قادر درتو اللي هذا ما على باليش لاج تاع بنتك ولا لو بريون تاعها شويه ديزولي. الوغ كيما قلت لكم راح نتكلم باش ما نطولش عليكم بزاف. إلي اكزاكتومون 21h51 نو سون بيان سور لو 31 جونفي 2022 دومان اون سرا لو 1 فيفري ان شاء الله. الوغ شوفوا يا ناس انا قداه نختار نتكلم على العنف ضد المراه سورتو عند في الجزائر وفي الجزائر وحدنا اكثر من الناس اكثر العنف اللي كاين ضد المراه في الجزائر وقيل ما كانش خلاص في العالم كامل نقولكم الحق والله ليش تسعى في العالم كامل سي افخو يا ابن عمي الكفوف البنيات السبان العياط وزيد تروح القتيله يا ناس القتيله. قبيت واحد السيد يعني على كل حال هو نحترم رايه اللي يقول انا اللي واحد يدافع على شرف نتاعو يا ولدي نعل الشيطان الشرف نتاعك جا في غير في هذه الحاجه هذه
هذا هي شرف، هذا ما كانش شرف تاع القرايه، ما كانش شرف نتاع واحد كي ما يخدمش، ما كانش شرف نتاع واحد كي ما كانش شرف اخر، شرف اخر غير في هذه الحويجه هذه نتاع المراه هذه هي سيتو، هذا هو الشرف اللي احنا عندنا. على هذا كما قالك شرف لازمك تموت، تقتل ويقتلوك، ولا تقتل وتباصي تروح تضرب فيها 30 سنه، هذا هو الشرف نتاعك، هذا هو. يا ولدي لازم نغيروا شويه من الذهنيات نتاعنا. انا قلت لك بلي لا مونتاليتي، هذه سي مونتاليتي نتاع الفوياج، كنت بكري الناس ما تخممش، اليوم الناس تخمم وتعرف ودير الحاجه برك الاخره 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 الاخره، هو انك يا اخي ما تفهمش تو المراه نتاعك، ولا راح تشطحت نتايا ما تحبها تشطح. هذه المراه شطحت يقولوا تلقاها تشطح، ولا دارت التصويره نتاعها تشطح، واش يقولوا مليحه فيها كيقتلها، مي سي با بوسيبل. ولا يقول لي اخويا دير لنا المراه نتاعك تشطح وحنا نتفرجوا نقول لك اسكو مليحه ولا مش. اي الهضره هذه يا راجل الحمال ديالك، انا المراه كي تحب تروح تشطح على روحها، مي نعم راه حرام لهاش، مي واش هو لا دونس سي كوا، لا دونس حرام ولا عيب ولا جو سي با، واش هو يعني المقصد نتاعكم انتم سي كوا يعني. واحد اللي اون تخيل دو دونسي واش هو، انا بعد دوكا كون نحب قدا خطره نشطح وين البروبليم، ومراه تشطح واش هو يعني، واش دارت يعني، واش هو سي كوا، انت مليح كي تشطح ولا ثاني انت يجوز ولا كيفاش. هذه هي العقليه اللي غالب. على هذا قلنا حنايا المسؤولين تاعنا في الجزائر، يا ولدي راكم رديتوا الشعب الجزائري داعشي، رديتوه داعشي. انسان يروح يخطب امراه يزوج بها، فيزوج بها رايحين يديروا اناكت دو مارياج، السيد واش يحسب؟ يحسب اللي صاي شاها نتاعو ملكو رزقو، حتى الطوموبيل نتاعك كي تشريها رزقك، وما تعجبكش ما كيما قال واحد ما تيريش مليح الطوموبيل نتاعك، الطوموبيل نتاعك ما تيريش مليح بيزومبل ما تمشيش ولا منها، واش دير تحرقها؟ يا اخي داك تروح تبيعها وخلاص. اسمحوا لي باردون، اسمحوا لي. كنا نتكلموا على العنف، العنف ضد المراه. كيف قلت لكم انسان يشري فواتور او شرا فواتور، اسيدي حنا ما نقارنوش الانسان بالطوموبيل، مي معليش اسيدي نقولوا اسيدي الطوموبيل، شرينا الطوموبيل، الطوموبيل هذه فزدت ولا قدامت ولا ما تمشيش مليح ولا منا، واش يديرها الواحد؟ يا اخي ذاك الثري وعاود يبيعها ولا يديها الفراير ولا يديها منا، هو كيفاش؟ اما راه نقولوا اسيدي انت راك شريتها، نمشيو مع المنطق نتاعك اسيدي، نمشيو مع المنطق نتاعك اللي رحت سنيت عقد على امراه هو عقد زواج، وانت حسبت نتاع عقد بيع وشراء، شريتها وجبتها للدار. هل المراه هذه يا خويا راحت شطحت ولا راحت ما على باليش ولا واش دارت حاجه ولا منا، يا اخي ما تفهمش تويا، خليها تروح فينا ما نسيتو، علاه تضربها ولا علاه تقتلها ولا تقتلها نتاعك انت ولا ما نعرف واش هو، ولقاها تشطح ولا هي تشطح، عندها الحق تشطح، هي تشطح وتحوس ودير واش بغيت، وما عجبكش الحال طلقها خليها تروح فينا من وين، واش المشكل؟ لا راهي اسكراف تاعك ولا واش؟ هذه هي. على هذا انا الخطا اللي فات كانوا الناس غطا بالحال، كي قلت لهم ما تتزوجوش بالجزائريين، سي فري ما تزوجيش، انا نقول لكم الحق، لو كان جيت طفله ولا جيت امراه والله العظيم غير نقعد سيليباتير توت ما في، وما نروحش نتزوج بواحد داعش. ها يا سيدي ويتزوج انسان يجي يدير دار مع واحد تصبح عينها طايره، تصبح مضروبه، تصبح كيما قال واحد تطيش على 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 التروازيام ايطاج، تصبح تذبح، تصبح تحرق، تصبح واش هي الزواج هذا؟ ينعل والديه زواج يا هي، والله ينعل والديه زواج يا هي، ما نزوج خلاص يا لا مكان، ولا نروحوا نزوجوا باليهود، اليهود والله ما يقتلكم، والله العظيم لا يقتلكم، خليكم الفربيات هذه قال لا يجوز، هذه كل الفربيات هذه كل هضره نتاع هما اللي داروا الدين، داروا له كوستيم قدهم، كوستيم قدهم هما، هاو لا يجوز، والراجل قوام على المراه، وربي يحب الراجل خير من المراه، والراجل كي يموت يروح يلقى حور العين له، هذه كلهم هما اللي داروها، ما كانش فيها الدين هذه، ما كانش فيها، خلاص خلاص اوكي. دونك الناس هذو هما اللي داروا هذا الدين، هذا الدين تاع ربي الاسلام على كل حال، كي هو كي المسيحيه كي كامل، اللي فيها هذه نتاع اضرب ولا اقتل ولا دير العنف ولا دير منها، انا بور موا هما اللي زادوها، مش ربي اللي قال كيما هكا. دونك الناس في الجزائر اصبحت اليوم واحد يحط في واش يقولوا بلاكار شغل كيف اسمه، إلى نسخ كيلك شوز سيغ فيسبوك، قال المرأة هاك تشوفها وقتلها،
الناس اللي الاف نتاع الناس يعرفوا غير كيف اسمه، ما نعرفوش كيف يكتبوهم العربيه نتاعهم، لا حول ولا قوه. هذا واش يعرف؟ ما كانش واحد يدينونسي ولا قال واش هي هذه الجرائم هذه ولا واش هي هذا الجرم هذا ولا واحد في في في, في نقول لكم انا في 1000 باش تلقى واحد يقول لكم تا واش هي العنف هذا اللي عندنا دوكا، علاه العنف هذا، علاه بوكوا؟ غير اللي يقول شوف واش دارت، لقاها تشطح، خرجت بلا ما قالت له، ويدخل انت تخرج بلا ما قالت لك راه اسكلاف تاعك ولا واش هي؟ تخرج عندها الحق تخرج، ايه عندها الحق تخرج، ما حبيتش تخرج بلا شي مشاورتك انت ولا ما عرف واش ايه، ايه طلقها سيتو، طلقها سيتو، هذا مكان، هذا مكان، ماذا ما تخسر عليها واش كاين ومشي. رحتوا سميتوا مع بعضاكم ناك دو مارياج باش ديروا فوايي، ما تفهمتوش انت ولا هي، ما كل واحد يروح في حالو، لا نتاعك انت ولا هي ثاني ما الراجل مش تاعها، زوجت باش دير فوايي، تفهمتوا صح الله ما بارك، ما تفهمتوش كل واحد يروح في حالو. اليوم كيما قلت لكم في الاوروب راهم داروا زواج بار كونترا، هما بعد يديروا ان كونترا مع بعضهم، ان كونترا، ولو كونترا هذا ماهوش ديوري انديتيرميني، ديوري ديتيرميني، سيتادير لو كونترا برون فان دون 3 اون ولا دون 4 اون ولا دون 2 اون، مسنين مع بعضهم. نعم، وقادره كيما قال لك واحد لين دي بارتي تحبس لو كونترا وقت كيما تحب هي ولا كيما يحب هو. يا خويا بلا مانوت ولا واش؟ هي ما كاينش زواج بلا مانوت. الناس مراه يا خويا ما عجبتها، ما عجبش الحال مع الراجل، تطلب منه يطلقها ولا تروح هي تطلق وخلاص، هذا ما كان زيدو. علاه تضرب الراجل ولا علاه تسبو ولا علاه هو يولي يقتلها ولا منا؟ وهذه كاينه الا عندنا حنا في لاجيري. ربي يسمح لاخواننا التوانسه، ربي يسمح في المغرب، ربي يسمح في ليبيا، ربي يسمح في عند اليهود، ربي يسمح في عند في فرنسا، ربي يسمح عند الناس كل. عندنا حنايا كل نهار كل نهار روحوا تشوفوا المحاكم، روحوا تشوفوا المحاكم، هذه غير ام كانوا خويا مساكن ما يروحوش ولا ما يروحوش، خطر علاه ما كانش عدل، ما كانش حتى اللي هو ضد المراه، والمرأة اللي تكسر خشمها ولا يضربها يكسر لها راسها، ومن بعد قال لها يا البربوشه وعف الله على من سلف، ويقول له روح تروح، روح تروح ديرها عند سيادكم تشوفوا كيفاش، اللي تعيطوا لهم انتم الكفار، روح مس شعره من المرأة تشوف كيفاش ينعتوا لك. فيهاش اللي قال نضربوا البربوشه، البربوشه نتاعك يقول لك كي تخرج من الحبس روح اكلها وحدك، حنا نتاعنا يكسر لها فمها وقال يا روح نجيبوا الحاجه واش يقولوا حاجه زقوق وحاجه مع بيش بقوق وحاجه مع باليش بها روح. ايا اخويا حضر الشيطان، ياك انت هو الشيطان، ما كاينش شيطان، شيطان اكزيستو با، شيطان كاين غير عندكم انتوما، هذا ما كان، انتوما الشواطن، الناس اللي تضرب في النساء والناس اللي تحرض على النساء هذوك هما الديابل، باسكو الديابل اكزيستو با، باش نتفاهموا عليه. ايوا كيفاش؟ تهضر ويقول لك اخويا انتوما وانتوما احنا انا جابارتيان ا ليبوك اونسيان. يا خويا على ليبوك اونسيان لازمك تاكتواليزي روحك، يفوا اكتواليزي تا ميموار، اكتواليزي تا مونتاليتي، ما تقدرش تعيش انت باش يقولوا في عهد ما عباليش انايا المرا تضرب بالشطره وتضرب من اليوم سي فيني، تو بو بلو توشي ان شوفو دو لا فام. يا خويا كاينه حاجه وحده هي تقول لك لا غيبتيغ سي تو، لا غيبتيغ سي تو، هذا ما كاين، كل واحد يروح في حاله سي تو، تضربها قاعده عندك. وثاني الحق راه الحق راه اكثر من كلش، انا شفت النساء اللي عندهم خيالهم وعندهم عراش والله ما ينجموا يتكلموا معاهم، والله العظيم لا ينجم يقولها كلمه غير يسكت كيما يقولوا هما، يروحوا غير النساء مساكن اللي لا غالب عليهم، كانوا خويا منعوا عليهم حتى باش يخرجوا، والله 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 غير امراه مسكينه قالت لي حقرنا السيد هذا خطرش ما عندناش رجال، قالت لي بنتي ما عادش تنجم تخرج، هذا السيد هذا مطلقها وكذا ويخرج ويروح يضربها. باش تشوف واش تهضروا نتوما كيما الناس كيما هذا، واش راح ديروا بواحد كيما هذا؟ الواه بور الواش الواش تزوجوا ما تزوجوش، انا لكم الحق، انا نجيب نعاودها ونقولها، مادام هذا هو العقليه ومادام هذه هي لا مونتاليتي الجزائريين، انا نقول لكم يا بنات اذا ما لقيتوش روحوا زوجوا في ليترونجي، وما تديوش العرب، روحوا ديو اذا تحبوا تعيشوا لا بيل في ديو للغرب، روحوا ديو دي فرونسي، ديو دي زونغلي، ديو يهود، ديو تعيشوا لا بيل في وما يضربكمش خلاص، حتى ولو كان ما تفهموش يقول لك يا مدام هي صحة في لا بالي روح، مي جامي يضربك وجامي يقتلك، احنا تك على مرته يذبحها كي الكبش يقول لك يدارت، روح تلعب على روحك يا روح مشي تلعب على روحك لي، ولا يقول لك سيدي انتوما ولا انتوما ماكمش رجال، بون الراجل غير اللي يذبح،
الراجل غير اللي يقتل، ما كانش لاساجيس خلاص، ما كانش واحد يقول اخويا انا ما تفهمش انا وسيد، هذا كل واحد يروح في حاله. كي هذا ما كان، لا لا لازم نقتلو باش نكون راجل، باش تكون راجل لازم تدير كريم، باش تكون راجل لازم تضرب 30 طون دو بريزون ولا 20 طون دو بريزون قافلين عليك في الاخر في السيلونه. هذا هو الراجل، هذا هو الانسان. ياك ودرت حياتك ودرت حياه ولادك ودرت كل شيء، واش راك عايش مالا؟ يفو ميو يقتلوك خير سي ميو. انت ديجا اللي تزوج، انت ديجا في عمرك 30 طون ولا اكثر، واش يجي يضربوك 20 طون ولا 30 طون؟ واش من حياه عندك؟ واش من حياه؟ حاوزيت كاينه حاجه، الواه العنف يا اخي، الواش العنف الواش؟ هالمرأة هذه بنت الناس، ان شاء الله تكون حتى من فاميلتك سيدي، تكون حتى من فاميلتك، بنت خالتك ولا بنت عمك ولا واش تكون، وزوجته بطوان فوايي لان دي دو بارتي ما تفهموش، ما تفهموش. كاينه لا ريكونسيلياسيون كما يقول واحد الناس بوتيتر يدخلوا ولا حتى عند جوج كاينه لا ريكونسيلياسيون. قال ولدي هذه ماهيش يعني تقبضوا عليها ولا بون، شفنا باللي لافير ماهيش ماهيش رايحه لا ريكونسيلياسيون. سيدي كل واحد يروح في حاله خلاص، كل واحد يروح في حاله سيدي. قال لك ولادهم ولاد كي دير المراه هذه حاجه ولادها يبقاو يعايروهم، واش يعايروهم؟ يعايروهم على واش؟ واش يعايرو فيهم؟ واش يعايرو فيهم؟ كل واحد ريسبونسابل، كل واحد سي بريفي يدير واش يحب، سي سي بريفي ما تسالولهاش دير واش بغات، دير واش بغات، وانت ثاني كيف كيف. سبحان الله. وما لا الزوج بمرأة صحيح، قال خلاص ادخلي للكوزينة اغلق عليها باب الاخر، ما عندها حق تشطح، ما عندها حق تحوس، ما عندها حق تخرج، ما لا تدي تسكراب. سامحونا نهار الاول كلهم قول لهم يا جماعه اكتبوا بلي راني شريت مرأة سي ريسكلاب كي بكري وخلاص هذا ما كان تيتو. لا يا اخي راكم غلطين، راكم غلطين، وهذه كامله كامله كامله. انا نحط البوفوار الناس اللي تسير في الدوله هما اللي داروا الشيء هذا كامل، خصو كان من الاول بعد في ليزيكول والناس تقرا والناس تدير كما قال واحد دير دي غارد فو باش البنت الطفله، الطفله الخو يضرب، البو يضرب، العم يضرب، الخال يضرب، حيوان ولا ياخذ الحيوان. دوكا الناس ما يضربوش والله، روحوا تشوفوا دوكا لي شيان سون بيان دريسي، والله العظيم يشوف مولاه يشوف في الكلب يروح يموت، ما يحبش حتى يتضرب. والمراه بالدبزه اضرب بالدبزه، واش تضرب انت؟ واش تضرب؟ تضرب انت تضرب خلاك والله يا سيدي. يروح انت ربي روحك انت الساعه كما قال واحد، ربي روحك ومن بعد روح ربيها هي. هي جات معاك يا خويا لا سيني كونترا دو مارياج، انت سنيت منها هي منها نخبوغ فيفغ اونسومبل، ما تفهمتوش انت ولا هي. قال اخويا ايا في لابال كل واحد يروح في حالو، بقات حوايج اللي ما بيناتكم ولاد ولا واش كاين، يلا جوستيس يلا جوستيس سيتو، روحوا لا جوستيس. قال اخويا هاد اللومبه نتاعها تديها، قال هاد القهوه نتاعي نديها، قال الاولاد اخويا لمن الحضانه الام ولا الجوج هو اللي يشوف، هو اللي يشوف لمن الحضانه يعطي له عندك حق الزياره وخلاص سيتو. فلات هذا ما كانوش، لا هذا المراه هذه كي زادت على الاول بعد قالوا مكتوبه لهذا الحمودي هذا ولا ما عرفش واش يكون ولا واش كاين، مكتوبه لك مش مكتوبه لي. كل واحد كيما قال واحد مكتوب. المراه زوجت بها يا خويا ما تفهمش انت، يا ترى على روحها. وثاني ما كانش الناس تهضر وتقول لك سا ديبون واش دارت يا خويا، دير واش دير، ما كانش فيها هذه تاع قتيله وما كانش ضرب خلاص ما كانش. لو سول عندك فرد حاجه، فرد حاجه ما عجبكش الحال روح لا جوستيس طلق سيتو، ولا على ميابل على ميابل اخويا. مرة تروح لدارها عيط باباها كيما تفهمتو كيما نهار كيما سنيتو نهار الاول سنيه ونهار الثاني، في لامان في لامان وش في لامان عثمان كيما يقولوا الناس، في لامان عثمان. كي العنف هذا بن عمي غير عندنا حنا في الجزائر، غير حنا والله العظيم غير تحير وش راهو صاري. بحذنا توانسه مساكن والله ما هم كيما هكا، صح حتى هما شويه عندهم شويه حتى عنف، مي ماهوش كيما حنا بن عمي. والله ما هم كيما حنا المغاربه ثاني، نسمعوا ساعه ساعه في المغرب هاو كاين بيكزومبل كاينش واحد كذا ولا منا، مي حنا راه يومي 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 هاي مات هاي تقتلت هاي ضربت هاي تحرقت هاي دارت هاي دارت، جايبينها غير في عقاب المراه. وانتم حياتكم كامله جايبينها غير في عقاب المراه، ما كانش حاجه اخرى، ما كانش تروحوا تقراوا، ما كانش تروحوا تحوسوا، ما كانش جايبين غير ها هيك ها هيك المراه وين رايحه وانتم في عقابها، ها هنا هاي هي هاي هي. وعلى هذا كان نزيد نعاود ونزيد نقول للبنات اللي مازالوا ما زوجوش، ردوا بالكم ردوا بالكم، سيرتو الناس نتاع العنف سيرتو سيرتو سيرتو. احنا ما نخلطوش الناس الكل يعني،
فئه قليله اللي ربي يسمح لهم، مي لا لا كروند ماجوريتي تاع الرجال دوكا العنف في بعضهم، بعدا تشوف في بعضهم بعد العنف الناس تركب في الطوموبيلات هازين العصي تحت 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 الكوسينات، العنف اللفظي والعنف كما قال واحد الجسدي ولا روح وزيد لهم العنف الكبير خلاص ضد المراه مسكينه، ضد المراه سيرتو المراه مسكينه اللي ما عندهاش رجال كما يقولوا هما، ما عندهاش خويانها، خاطش انا شفت النساء عندهم خيانهم مفحوله ويجدوا الماء والله ما ينجموا يتكلموا معاه، باسكو على بالو على بالو بلي كيجيو يخرجوه من الدار نتاعو، يخرجوه من الدار نتاعو اذا قعد تم اذا حكموه، مي هو يحقر كي يشوف مراه مسكينه ما عندهاش عرش وما عندهاش مسكينه عندها الا امها ولا عندها يحقرها. يا اخي شفتوا هذيك المغبونه مسكينه اللي غضبت راحت لدار باباها وعندها باباها كبير وامها كبيره، لحقها سي خونا لحقها الدعشي هذا لحقها للدار نتاعها مسكينه وخرجها وباباها مسكين شايب يقول له يا وليدي خليه برك تنحي الغيظ برك وتروح معاه وترجع ولاد، لا 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 تخرج درك وخرجها وراح ذبحها قدام الولاد في الزقاق، وما ما كفاش ذبحها ما كفاش طير لها عينيها بالموس. هذا زواج، هذا ينعل والديه زواج، اسمحوا لي بالكلمه هذه، ينعل والديه زواج واحد كيما هذا، اسمحوا لي بالكلمه هذه، واحد مسخ واحد كيما هذا، انا نقول لكم الحق يروح يذبح مرأة مسكينة كيما قال واحد قدام ولادها، اليوم ولادها هذو ما عارف كيفاش راح يعيشوا مساكن، كيفاه راح يعيشوا؟ حنا ما عندنا لا ما يديهم لا كيف اسمه البسيكولوج والله لا على بالهم مساكن، ما نعرف وراهم مساكن، والله ما على بالي وراهم. ياكم تشوفوا هذه واش نحكي لكم، واش نحكي لكم واش راه صاري في هذه الدنيا هذه، في هذه الدنيا في الجزائر حنا عندنا هنا، اليوم اون 2022. شي كل نهار حلو تشوفوا لي جورنو كل نهار تشوفوا واش ها وصرات هاي ها وقتلها كي عاد تشطح ها وقتلها كي عاد حكم عندها نيميرو تاع تليفون ها وقتلها باسكو خرجت راحت من عفوا نيجيرا وقتلها. يا ابن عمي انتم تعرفوا غير تقتلوا ولا وزاد دي كريمينال انتم ولا واش تعرفوا غير تقتلوا هذا واش تعرفوا سي تو، ما كانش لا ساجيس ما كانش الهضره كاين اخويا ما تفهمناش كل واحد يروح في حاله وزيدي سي تو، المراه دارت ولا ما دارتش يا خويا ليسونسيال ما تفهمناش، كل واحد تروح للدار وخلاص هذا ما كانش سي تو، هذه ما كانت سيتو كلار نات بريسي، لا حتى نضرب ولا حتى نسب ولا حتى نضرب معاهم ولا حتى نلويه. ايوا سبحان الله العظيم سبحان الله، انا نقول لكم يا نساء لي جون في اللي ما زدتو ما تزوجتوش والله ما تسمعوش الكلام نتاعي، والله تندموا على النهار اللي زدتو فيهم، والله تندموا على النهار اللي زدتو فيهم، ما تتزوجوش بلي زالجيريان نقعدها ونقولها حاشا اللي ما يستاهلهاش، وفئه قليله اللي ما تستاهلهاش ماهوش الكل 90% ما يستاهلوش 10% هذوك تلقاهم ناس مساكن عقال ناس ملاح خطيهم يهضر بالعقل حتى كذا كش ما كان كاينه مشكله يفريها بالعقل حتى يكون يحب المراه ما يتهمش وياها قال بنتي حنا ما تفهمناش وحتى ولو تحب هي دير عنف وما يديرش معاه العنف قال لا يا مراه مشكله يخلي لها الدار ويروح يشوف مع باباها قال ولدي رحم والديك فري مشكل مع بنتك انا ما حتى ما نجمش نعيش معها هي تروح في زير نورمال ما كاين فيها والو لا كي تطلق راح تموت هي الناس تطلق وتزوج تطلق وتزوج وين البروبليم؟ وين هو المشكل؟ بون لازم تقتل خير لازم كي تقتل هو الحل زعما كي قتلت هذيك هي لا سوليسيون هذيك هي لا سوليسيون مرتك راح تشطح ها ودارت التصويره نتاعها تشطح في الاخر تحرقها كما يقول الانسان وانت تضرب 20 سنه هكذا هاي لا سوليسيون والله سوليسيون هايله سوليسيون هايله ويجيو اخرين الناس يقول لك اللي ما دارش كيما اللي ما دافعش على شرفه واش من شرف هذا؟ واش من شرف تاع الريح هذا؟ واش من شرف تاع الخماج اللي تهضر عليه نتايا؟ هذا هو الشرف تاع المراه هذا هو ما كاينش شرف اخر ما كاينش شرف كي مرتك تبقى ما تلقاش واش يقولوا واش تاكل ولا ما تلقاش واش تلبس ولا ما تلقى ولا طايش من ولا تروح مسكينه تغسل الماعن للناس ولا تغسل القش للناس باش تعيشوا هذا هو كل ما هو الشرف شرف الا في الحاجه هذيك الاخره خلاص سي با بوسيبل سيب دونك انا نقول لكم يا ناس الا غالب المسؤولين تاعنا تاع الجزائر ما يتحركوش ينبوج ميم با لو بتي دوا ومن بعد يدخلوها لك الاسلام ربي قال حاشاه رب العالمين عمره ما يكون رب العالمين يقتل المراه جامي غادي حتى ويكذا مكتوبه في القران اقتل المراه راكم نتوما اللي كتبتوها ماهوش ربي اللي قالها على كل حال نزيدو نعاودو نرجعو ان شاء الله في دوتر فيديو هذا رايي
واللي اختلف معايا هذه حاجته. نقول لكم تبعوا على خير ان شاء الله حبايبي، راني توحشتكم الكل كما قال واحد، وما ننساكمش ادوما ان شاء الله بحول الله. I'm not afraid.